صرح علمي جديد يتعزز به منتدى الدول المصدرة للغاز. معهد أبحاث الغاز الذي تستضيف الجزائر مقره الرئيسي يدشن رسمياً تتويجاً لمجهودات الجزائر في التعاون والتنسيق مع شركائها في المنتدى. التكنولوجيا ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الغاز الطبيعي، لذا تتشرف الجزائر باستضافة المقر الرئيسي للمعهد الأبحاث الغاز التابع للمنتدى الذي تم تدشينه يوم أمس، والذي سيشكل أداة رئيسية لتحفيز تعاوننا العلمي في ميادين البحث والابتكار التكنولوجي من أجل تطوير صناعة الغاز الطبيعي، لا سيما من خلال المشاريع ذات الأولوية المشتركة التي تهدف إلى بناء أنظمة طاقوية مرنة ومستدامة. المعهد الذي سيعمل على إجراء دراسات تحليلية لسوق الغاز وتقديم رؤى مستقبلية من أجل النهوض بالصناعة الغازية، ستساهم فيه الجزائر كدولة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي بنقل خبرتها لصالح دول المنتدى في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي. إن تدشين معهد بحوث الغاز المنتدى بالأمس في الدولة العضو الشقيقة الجزائر هو تأكيد على الدور الهام للتكنولوجيا في جعل الغاز الطبيعي أكثر نظافة واستدامة وكعامل محفز للتحول العادل للطاقة، وهو التحول الذي يدعم الشمولية ويضمن عدم تخلف أحد عن الركب. معهد الأبحاث ومن خلال تحديد الأولويات واقتراح الحلول والبدائل سيعمل على تعزيز مكانة الغاز ومواجهة التحديات المتعلقة بمستقبله ضمن رؤية استشرافية مشتركة. هذا شرف للجزائر أولا، لكي باش يكون المقر تاع هذا المعهد في الجزائر، هو اعتراف بخبرة الجزائر، خبرة طويلة. نعطيك مثال في الجانل، في الجانل الجزائر هي أول بلد في العالم اللي يطور الجانل، وهذا المعهد هذا راح يعطي منطلق جديد في مجال التكنولوجيا. المعهد الذي يعد مركزاً عالمياً في تطوير الغاز يعول عليه للدفع بالصناعة الغازية نحو أفق أرحب ورؤية أوضح، حفاظاً على هذا المورد الثمين لفائدة الأجيال حاضراً ومستقبلاً.